ما إن تمر في شوارع دمشق القديمة أو بحارة من حاراتها إلا وتجد سبيل ماء على أحد جدران البيوت الدمشقية القديمة منها والحديثة، والسبيل هو وقف لسقي الماء لعابري السبيل والمارة، حيث كان المسلمون في العصور الوسطى يعدون السبيل أعظم ما يثاب عليه المرء من أعمال البر عملاً. إحنا بلادنا بلاد الخيرات وبلاد المي، والمي هي الحياة، فكان هذا السبيل يعني اللي محن أموال مشان صدقة جارية يشتري مكان ويحط فيه مدد على حسابه والمكان على حسابه ومدد سبيل لحتى مين كان يشرب منه، كان في مسافرين وكذا كله يشرب من الطريق. هلا يعني هلا الامور تطورت شوي، مثلا صار بحطوا مثلا براد بالمسجد بالكذا يعني هيك. الاول بس كان اعتمادهم كله على على السبيل تبع الطريق. دمشق معروفه مشهوره بال يعني بالسبيل، مشهوره بالمي تبع الشاميه الطيبه يعني. وين تمشي مثل حارات قديمه، حارات الشعبيه بتلاقي فيها السبيل. كان طبعا قديم السبيل غير الحنفيه هي، كان في نحن هون نفس السبيل هذا، كان في خابور هلا هون تحفي ورا السابو بتلاقي يعني أساسية، ما كان في لا حنفية ولا في سكر. تمشي مثلا تطورت الامور شوي، صار في السبيل القديم يدق ودق فيه. يعني ما تمشي هلا اي حاره دمشقيه بتلاقي فيه سبيل، بتلاقي فيها كذا، بتلاقي فيها شاتي. وحنا هون مثلا كان يعني نهر برده، معروفين نحن بالشام هون بالمي النظيفه والحمامات، يعني بيقولوا انه دمشق مشهوره بالمي وبالحمامات القديمه. كانت السبيل تبنى ملحقة بمبان أخرى مثل المساجد أو المدارس، ثم غدت مستقلة بعد ذلك. وهذا التقليد الذي تبعه الدمشقيون قديماً سببه طبيعة المدينة وخصال سكانها الحميدة في صنع الخير التي لطالما اعتاد عليه السوريون.